لو الحكاية فيها إن فيتو الحسكة جوا عطلان ومفيش حكومة مفيش إسعاد مفيش أي حاجة. أهو زي ما أنت شايفة ولا الأمور بالمنظر أهو يا مان مش في أسبوعي ما يدخلوا بص الطلبة داخلين إزاي محدش بينظموا يا مان يا مان حدش واقف ولا بينظم طلبة ولا بينظم عايزين نظام مفيش نظام بالمدرسه احنا نعمل نظام نتكلم مع مين قولوا جوه اي حد يسمع لنا صوروا بقى الناس بتاعت مصر الجديده وما زالوا ما عاشوا يقولوا لك انت بيبقى في ضباط واقفين ده ايه ده ايه ده ايه اللي انتوا فيه دوت يا جدعان ولا عسكري حد وزعلانين مني ان بقول لكم عيدوا فيتو